مرحبا أصدقائي، ما رأيكم أن نتعلم أكثر عن حروف اللغة العربية؟ سنبدأ اليوم بتعلم الحرف الأول وهو حرف الألف. هيا بنا. ألف، ألف، أرنب، أسد. ألف، ألف. يأتي الألف في أول أو وسط أو آخر الكلمة لنتعلم كتابتها في كل حالة. في أول الكلمة ألف، أرنب، أرض. في وسط الكلمة ألف، فأر، رأس. وفي آخر الكلمة ألف، مرفأ، يقرأ. والآن لنتعلم كتابة حرف الألف ولفظه مع الحركات المختلفة. ألف فتحة أ، ألف ضمة أو، ألف كسرة إي، أ أسد، أناناس، أو أذن، أم، إي إبرة، إبريق. والآن لنلعب قليلا مع حرف الألف. هذا الطفل يأكل تفاحة. في كلمة يأكل أين جاء حرف الألف؟ في أول أم وسط أم آخر الكلمة؟ في وسطها، أحسنتم. والآن هذا العامل يحمل فأسا، أين جاء حرف الألف؟ نعم، في وسط الكلمة أيضا. في هذه الصورة نرى أنف، أين يوجد حرف الألف في كلمة أنف؟ إنه في أول الكلمة، رائع! هذه إشارة خطأ. في كلمة خطأ أين كتب حرف الألف؟ في آخر الكلمة، جيد! هذا طفل يتوضأ، أين جاء حرف الألف في كلمة يتوضأ؟ في آخر الكلمة، أحسنتم! الآن لنضع الحركة المناسبة لحرف الألف في الكلمات التالية. كلمة أحمر، ما هي حركة الألف؟ إنها الفتحة، جيد! والآن كلمة أقحوان، ما هي حركة الألف هنا؟ حركته الضمة، جيد! والآن كلمة أشجار، ما هي حركة الألف؟ حركته الفتحة، أحسنتم! والآن ما حركة الألف في كلمة إنسان؟ نعم، حركته الكسرة، رائع! أتمنى أن تكونوا استمتعتم مع حرف الألف. اضغطوا زر الاشتراك بالقناة لنتعلم باقي الأحرف العربية. إلى اللقاء!